آية عظيمة أحبابي في الله تأملتها الآن. الله عز وجل يقول: وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. أخي في الله، إذا آمنت بالله إيمانا صادقا فعليك أن تكون في هذه الدنيا من المتقين. الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجود الله، الإيمان بربوبية الله، الإيمان بألوهية الله، الإيمان بأسماء الله وصفاته. اتق الله يا من آمنت بالله.